طابت أوقاتكم. البداية مع العناوين. مونديال 2022 ينتهي اليوم، فمن سيرفع كأس النصر؟ المراوحة سيدة الموقف رئاسياً والراعي لوقف مهزلة انتخاب الرئيس. انتخابات التيار إشارة حياة ديمقراطية من قلب المعاناة. الثانية والربع بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى هذه النشرة التي تبث أيضا عبر الموقع otv.com.lb. كثيرة هي العناوين التي تشغل الساحة اللبنانية، فإذا كان الملف الرئاسي قد دخل إجازة الأعياد فإن تداعيات حادثة العقبية لا تزال تنتظر كشف خيوطها، كما أن تحليق الدولار الأسود لا يزال ينتظر ما يلجم قوى الأمر الواقع النقدية. لكن الحدث اليوم يبقى عالميا، من الذي سيحمل كأس العالم في كرة القدم؟ هل يتحف راقصو التانجو العالم بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي، أو يلتحق الضيوك الفرنسيون بإيطاليا والبرازيل ليكونوا حاملي اللقب لمرتين متتاليتين؟ كل الأنظار تتجه عند الخامسة من بعد ظهر اليوم بتوقيت بيروت إلى استاد لوسيل، حيث التحضيرات في أعلى مستوياتها قبل ساعتين ونصف الساعة تقريباً من انطلاق المباراة النهائية لمونديال قطر بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا، بعدما نجح الفريقان بتخطي الدور الأول ودور 16 فالربع نهائي والنصف نهائي، متأهلين على كل من كرواتيا والمغرب اللذين تنافسا على المركز الثالث أمس السبت بمباراة انتهت إلى حجز كرواتيا مكانها على منصة التتويج، بينما دخل أسود الأطلس التاريخ في المركز الرابع بعد تأهل منتخب المغرب للمرة الأولى في تاريخه إلى نصف نهائي كأس العالم. بالعودة إلى المحليات اللبنانية، دان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي اغتيال الجندي الإيرلندي، قائلا إن الوقت حان لتضع الدولة يدها على كل سلاح غير شرعي. وأسف الراعي في عظة أحد النسبة لما تتعرض له أراضي رميش من قبل قوى الأمر الواقع على حد تعبيره، وعناصر غريبة عن البلدة، داعيا إلى وقف التعديات التي تسيء إلى العيش المشترك. هذا وتطرق الراعي إلى الملف الرئاسي داعيا إلى وقف المسرحيات الهزلية في المجلس النيابي. أيها المسؤولون المدنيون والمتعاطون شأن السياسي، أتدركون أن الله في سر تدبيره وضع للعالم نظاما لكي يعيش الناس والشعوب في سلام ويتفاهموا ويرعوا شؤون مدينة الأرض وينعموا بالخير والعدل؟ هل تعرفون أن السلطة المدنية هي أولا ذات طابع أخلاقي يشكل الأساس للعمل السياسي؟ تمعنون في قهر الشعب الذي انتدبكم وائتمنكم، تمعنون في إفقاره وظلمه وتحقيره وحرمانه من حقوقه الأساسية ليعيش بكرامة في وطنه، وتمعنون في تهجيره وتشريده واعتباره كنفاية. كفوا إذن أيها السادة النواب ومن وراءكم عن هذه السلسلة من الاجتماعات الهزلية في المجلس النيابي والمحقرة في آن لكرامة رئاسة الجمهورية من جهة، وللاستفادة من شغورها من أجل مآرب سياسية ومذهبية من جهة أخرى، فضلا عن السعي إلى تفكيك أوصال الدولة ومؤسساتها. لقد أرسلكم الشعب إلى البرلمان لتنتخبوا رئيسا لا لتحدثوا شغورا رئاسية. شعب
الذي يريد رئيسا يحمي ظهر لبنان وصدر لبنان لا ظهر هذا أو ذاك. فمتى كان ظهر الدولة محميا فظهر كل المكونات اللبنانية يكون محميا. الشعب يريد رئيسا لا يخونه مع قريب أو بعيد ولا ينحاز إلى محاور، رئيسا يطمئنه هو ويحمي الشرعية، رئيسا يعمل مع مجلس وزراء جديد وفعال وموحد الكلمة فتعود الحياة الطبيعية إلى مؤسسات الدولة وإداراتها. إن كل ما يجري على الصعيد الرئاسي والحكومي والنيابي والعسكري في الجنوب وعلى الحدود وتآكل الدولة رأسا وجسما يؤكد ضرورة تجديد دعوتنا إلى الحياد الإيجابي الناشط وإلى عقد مؤتمر دولي خاص بلبنان يعالج القضايا التي تعيد إليه ميزته وهويته. إلى انتخابات مفتي المناطق، فلأول مرة منذ 40 عاما تجري اليوم انتخابات لاختيار المفتين لسبع مناطق لبنانية، هي طرابلس، عكار، زحلة، رشيب، علبك الهرمل وحصبية مرجعيون، انتهت ولايتهم منذ سنتين. وقد أعلنت دار الفتوى في بيانها فوز كل من المشايخ محمد طارق عن طرابلس، زيد محمد بكار زكريا عن عكار، علي الغزاوي عن زحلة، وثيق حجازي عن رشية، أيمن الرفاعي عن بعلبك الهرمل، وحسن دلي عن حصبية مرجعيون. المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان اعتبر أن هذا الاستحقاق الانتخابي هو واجب إسلامي ووطني تحقق بعد سنوات طوال من غيابه، وأكد أن ما حصل اليوم هو رسالة واضحة لكل القوى السياسية في لبنان أن تسارع إلى انتخاب رئيس للجمهورية يجمع بين اللبنانيين ويلتزم الدستور والميثاق الوطني، وبخاصة وثيقة الوثاق الوطني المعروفة باتفاق الطائف التي أخرجت لبنان من نفق النزاعات إلى رحاب الوطن. الانتخابات الداخلية للتيار الوطني الحر نموذج عن العمل الديمقراطي الناجح. سنتيا يمين والتفاصيل. التيار اليوم عم بيعمل تجربة مرة تانية يأكد فيها انه هو ديمقراطي وحر، انه هو متميز عن كل الاحزاب والتيارات بلبنان، وانه هو ما عم يوقف بوجهه ولا عوائق ولا صعوبات ولا ظروف استثنائية وصعبة بالبلد. وكل ما كان التيار هيك كل ما حتسمعوا العويل برا اكتر. أنهى التيار الوطني الحر ورشة الانتخابات الداخلية يلي أخذت وقت من التحضير والمتابعة ويلي بتحصل كل 4 سنوات، تكريساً لمبدأ الديمقراطية واحتراماً لمواعيد الاستحقاقات الانتخابية. يعني نحن بآخر شهر تيار خلية نحل داخلية لأنه عنا هالاستحقاق الداخلي يلي بيشغل كل الأقضية. بتعرفي الحماس على الانتخابات والمنافسة الداخلية دايما بتحمس كل المنتسبين. عملنا بالسبت والأحد 3 و4 كانون الأول أول مرحلة من الانتخابات الداخلية لأعضاء المجلس الوطني يلي هن ممثلي الأقضية 75 وممثلي الشباب وقطاع المهن والانتشار والعمل البلدي والاختياري، وصار في منافسة ب 13 قضاء و11 قضاء كان في ربح بالتزكية، وبالتالي ترشح يعني أكثر من 178 مرشح، وبالنتيجة يلي ربحوا هن 92 بين الأقضية وغير قطاعات. هيدا المجلس الوطني يلي هو مكون من هالممثلين وإضافة لإلهم نواب التيار والرئيس ونواب الرئيس، هو يلي بينتخب أعضاء المجلس السياسي ومجلس التحكيم ولجنة الرقابة المالية وممثلة المرأة. وبالتالي اللي صار مبارح هو انتخاب لممثلة المرأة من قبل المجلس الوطني، فازت فيه زميلتي كريندا لجبور، وهي بتنضم للمجلس الوطني، وسوا كلهم انتخبوا أو انتخبنا بالأحرى 6 أعضاء للمجلس السياسي، عضوين لمجلس التحكيم
وثلاث أعضاء للجنة الرقابة المالية، وكانت منافسة حلوة. كان في عنا 18 مرشح على المقاعد الستة للمجلس السياسي، وكل مرشح التزم بأنه يشتغل بملف، وهيدا كان يعني إضافة هالسنة أنه ألزم كل مرشح أنه يختار ملف وهو يكون يتبني ويشتغل عليه طول فترة ولايته. رغم أنه الديمقراطية إلى جانب سلبي داخل العمل الحزبي، إلا أنه التيار بقى متمسك بالعمل الديمقراطي اللي بيميزه عن كل باقي الأحزاب ليعكس صورة مصغرة عن رؤية التيار للعمل الديمقراطي وتفعيل دور المرأة واعتماد الانتخاب الإلكتروني، وهي المبادئ يلي لطالما طالب فيها وعمل عليها التيار لتحقيقها أيضا على المستوى الوطني. أول شيء في ثلاث ميزات لهالانتخابات. أول ميزة أنه التيار بغض النظر عن شو عم بيصير بالخارج، يعني بالبلد، من أوضاع اقتصادية صعبة، من أزمة سياسية عميقة، من وصول الناس لليأس أنه الديمقراطية يمكن ما بقى عم تقدر تفرز قيادات منيحة للبلد، بدل التيار أولاً بيحترم مواعيده النظامية، ولهيك نحن دايماً مندعي لاحترام مواعيد الدستورية مثل الاستحقاق الرئاسي اللي هلأ مع الأسف فايتين بفراغ نحن. وتاني شيء أنه بيمارس الديمقراطية بأبهى حلالها، وخاصة أنه مارسنا الانتخابات عبر التطبيق الإلكتروني للتيار، ونحن من الداعين أنه يتم اعتماد البطاقة المغنطة والميجا سنتر لتسهيل تصويت الناس، وبالتالي الناس هي قاعدة ببيتها قدرت صوتت وعبرت عن رأيها، وهيدي ميزة كتير مهمة. الميزة الثالثة اللي بتعكس ديمقراطية كمان وسعي إلى المساواة أكبر هي حضور النساء بهالانتخابات، بحيث أنه كان عندنا 15 مرشحة إلى المجلس الوطني، فاز منهم 13، وفي عندنا مرشحة فازت بالمجلس السياسي بالإضافة لممثلة المرأة. أما عن انتخابات رئاسة التيار يلي بيتفرد فيها التيار عن بقية الأحزاب اللبنانية، انتخابات رئاسة التيار هي موعدها أيلول 2023، بتنتهي ولاية الرئاسة الحالية، وما فينا نتكهن مين رح يترشح وعدد الأشخاص رح يترشحوا، بس لأنك يعني ذكرتي موضوع التزكية بالسابق، كمان التزكية هي نوع من يعني أنواع الديمقراطية، أو بيكون في ناس ما لقوا أنه بيقدروا ينافسوا، أو أغلبية الناس عندها ثقة بالشخص يلي طارح نفسه أو بالفريق يلي مطروح، وهيدا جزء من اللعبة الديمقراطية. نحن دايما منشجع المنافسة الإيجابية بقلب التيار، وأكيد وجود كل هالآليات وهالاستحقاقات بمواعيدها بخلي أي شخص بسدة المسؤولية دايما حريص أنه يشتغل لمصلحة التيار ويقدر يعلي شأن التيار لحتى يضل محافظ على ثقة الناس، وهيدا اللي عم نعمله نحن ورئيس التيار. مع الإشارة إلى أنه إلى جانب الست أعضاء المنتخبين بالمجلس السياسي بيتبقى ثلاث أعضاء بتم تعيينهم من قبل رئيس التيار الوطني الحر، وبالتالي أظهر التيار عبر إجراء انتخاباته الداخلية بأنه نموذج يحتذى فيه لتطوير وتفعيل العمل الديمقراطي، وأنه يلي نجح فيه حزب سياسي منتشر على مساحة الوطن بتقدر بالطبع تقوم فيه الدولة اللبنانية. زمن الميلاد المجيد أهم تجسيد للعيش المشترك، والدليل النشاطات والمعارض الميلادية التي تعم المناطق اللبنانية كافة. ففي إطار هذه النشاطات وبرعاية راعي أبرشية أنطلياس المارونية المطران أنطوان بونجم، اجتمعت أمس السبت في رعاية سيدة النجاة بصليم مختلف الطوائف اللبنانية تحت كنف أعرق أوركسترا عسكرية في العالم العربي المؤسسة في العام 1861، التي أحيت بقيادة النقيب في قوى الأمن الداخلي سليم جرجس رسيتالا بحضور حشد من المؤمنين وخور الرعية توني الحاج موسى والمرنمين ماريا وجعزار. المشهد مشابه في ظهور شوير، حيث على رغم كل المصاعب أضيئت شجرة ومغارة الميلاد في الساحة العامة التي غصت بأهالي البلدة والجوار على مختلف انتماءاتهم، ناقلين رسالة الميلاد بكل ما تعنيه من فرح وعطاء ومحبة. كذلك شهد كان هناك رسيتال ميلادي ونشاطات ترفيهية مختلفة بحضور بابا نويل الذي زرع الفرحة في قلوب الصغار تزامنا مع افتتاح السوق الميلادية الذي تضمن مأكولات من وحي المناسبة، والتي تؤكد مرة جديدة حب الحياة والاستمرارية مهما قست الظروف والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
تيتا هدى بحاجة إلى دعمكم، فلا تتراجعوا عن دعمها في تيليتون سطوح بيروت 2022. أنا تيتا هدى، لأنه بحب أقول تيتا هدى أكثر ما بحب أذكر اسم عائلتي. أنا من 4 سنين واكبتوني أنا ما إلي غيركم. أنا تيتا لـ4 أولاد، ابني متوفي، 4 أولاد أمهم مش معهم، أنا عم ربيهم. من وقت ما تعرفت عليكم لحديت اليوم أنتوا الأهل والإخوة والأصحاب، وأنتوا الوحيدين اللي واقفين حدي، هاي بكل صراحة بقولها. وأنا كتير كتير ممنونة إلكم، يعني مش إنه بس وقفت إنه عم بتساعدوني من 4 سنين لليوم، كمان صحياً أكلتها، صرت بلش أوجع وأتحمل. وصلت لمرحلة ما عاد فيني أتحمل وجع، هون وهون نار 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 عم تطلع من إيدي، وجع يضرب من رقبتي على راسي لهون لكتفيت التاني. قلت له حملوني مين ما كان يخدني على المستشفى. سطوح بيروت حبيبتي حكيولي مع مستشفى المشرق، الله يقويهم ويخليهم بهالأمة. الحمد لله اللي بعرفكم لوصلت لهم لحتى اتعالج. عملنا هلا كمان سكان للشريين، بدي يعرف الحكيم من وين بدي يعمل، يقدر يعمل لي الميل، لانه جسمي فيه عمليات ما عم بيقدر يوصل لمكان بالشريين يقدر يفتح لي يعمل لي ميل. اليوم رجعنا عملنا تخطيط للشريين ليشوف كيف بده يقدر يوصل ليعمل لي ميل، ورجعنا صورنا الرقبه عن جديد، طلع فيها تكلس على الشرايين. طالبي منكم من المستشفى من سطوح بيروت يضلوا حدي بس لأوصل أخلص من هالألم بيدي، لأنه بالفعل ما بعرفيني أتحمل وجع. فاصل ونعود. الخبر الأخير، أعلن البابا فرانسيس في حديث مع صحيفة ABC الإسبانية أنه وقع بالفعل في العام 2013 على وثيقة يتنازل بموجبها عن منصبه في حال حدوث تدهور خطير في صحته، مشيرا إلى أن الوثيقة تعبر عن تنازله عند صعوبة العمل لأسباب طبية أو لأي سبب آخر. وأكد البابا فرانسيس أنه سلم خطاب الاستقالة لوزير خارجية الفاتيكان آنذاك الكاردينال تارسيسيو بيرتوني، الذي ظل في المنصب لمدة 6 أشهر تقريبا بعد انتخاب البابا في 13 آذار 2013. وذكر البابا أنه يجب عليه في الظروف الحالية وبسبب عمره الكبير إما أن يدخر قوته من أجل الاستمرار في خدمة الكنيسة أو أن يترك منصبه البابوي، مؤكدا أن هذه ليست كارثة وأنه لا توجد مشكلة بتاتا في تغيير بابا روما. مع هذا الخبر نصل إلى ختام النشرة، للمزيد تابعونا عبر إنستغرام، فيسبوك وتويتر. إلى اللقاء.